يو واتساب الدراري، معكم باتريس في فيديو جديد. المهم الدراري، هذا الفيديو باش طول عليكم، اعتبروا بارت 2 الفيديو، البارت 2 سمحوا لي الدراري، سمحوا لي، اعتبروا بارت 2 الفيديو اللي فات. المهم اللي ما تفرج الفيديو اللي فات خاصو ضروري يتفرج فيه باش يخدم مع هذا الشيء 100%. المهم الدراري، هذوك الطرق اللي وريتكم كاملين كانت ناقصهم حاجه واحده اللي هي مهمه وضروريه، اللي ما فهمتي الا ما درتيهاش ما غاديش تخدم معك نهائيا. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غينفع تصحاب تليفونات بهذا المعنى الدراري، حتى نتوما غينفعكم يعني. شكرا بزاف حيت كتسيبورتيونا واخا ما كتستافدوش معنا، شكرا عليكم حتى نتوما الدراري. المهم هذا الفيديو هذا ضخ خفيف ظريف، اكتشفت الدراري واحد النسخه ديال الفري فاير 86 راه ما يمكنش الدراري، ما يمكنش شي حاجه بزاف، راه الاف بي اس الدراري هانتوما كما كتشوفوا راه ما كيطيحش على 90 الدراري. ملي كيضروبي لك الدراري كيهبط حتى ل 89، المهم 89 الحد ديالو كيبقى فيكس الدراري. المهم غتلقاو لي نديرها في الديسكريبشن، تهبطوا تشارجيوها وتهبطوا تفرجوا في الفيديو الاول اللي كان فيه التفاعل ناقص الدراري، عرفت راسي غبرت داكشي علاش مشى ليا التفاعل، ولكن ما عندي ما ندير، راه صرحت لكم الظروف في الفيديو اللي فات. المهم هبطوا تشيكيو الفيديو لتحت وتلقاو لي ديال فري فار 86 في الديسكريبشن، هبطوا حتى هي تشيكيوها الدراري، راه شي حاجه اللي بزاف هي الشرط الاساسي الوحيد اللي كانت ناقصه في داك الفيديو. وان شاء الله الدراري غادي ندير لكم ديك شيت انجين، غادي نديرها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، غادي نشرحها لكم كيفاش ديروا فيها الام لوك، كيفاش تقدروا تطلعوا 300 اف بي اس الدراري بشيت انجين، راه شي حاجه ما كيتقبلهاش العقل ولكن كاينه الدراري. وكيفاش غدير الانبوت وام لوك وكاع داكشي كامل، كاع داكشي كامل اللي كتشوف في الشيت انجين غادي نديرو، غادي نقلبو لكم على شي حاجه محسن. صو هادشي اللي كان في هاد الفيديو الدراري، درت لكم خفيف ظريف حيت شفت نخبي عليكم تعطل عليكم عاوتاني. المهم الدراري سيبورتيونا، وما غت اي جديد عرفتو غادي نلوحو لكم. صوت الدراري دوز عندي الانستغرام، يلا بيس عليكم.